رمضان كان موجود زمان ودلوقتي مبقاش موجود؟ لا، هي عامه الفرحه الزمان بتاع زمان مش موجوده دلوقتي خالص. طب ايه اللي مخلي الفرحه دي مش موجوده؟ يعني والله المشاكل اللي حصلت في البلد طبعا، الثوره 25 يناير، خلت الفرح ان هي بقت مرطوبه في الناس شويه. طيب وبالنسبه للزينه والخروجات ده موجود ولا ما بقاش؟ والله هي الزينه موجوده زي ما هي والخروجات موجوده زي ما هي، بس الفرح اللي في بيتنا ما بقتش موجود. طيب واسعار الحاجات في رمضان دي ليها تاثير ولا دي مالهاش علاقه؟ لا، هي طبعا لها تاثير، يعني كل حاجه زادت طبعا. طيب انت تتمني ايه في رمضان الجاي؟ اتمنى الفرحه ترجع لوجود الناس كلها زي زمان. محمد احمد عطيه. محمد، ايه الحاجات اللي كانت موجوده زمان ودلوقتي مبقتش موجوده في رمضان؟ لا، الفوانيس، وكان كنا ساعات بنعمل زينه ورق غير الزينه بتاعت دلوقتي. يعني بطلتوا؟ طب تعملوها ليه؟ غلي الخامات بتاعتها؟ انا عن نفسي معلش الخامات بتاعتها غلي. تمام. وعلقتوا فوانيس السنه دي ولا ما علقتوش؟ لا، علقناها. ليه؟ غليت برضه الاسعار، برضه بتاعتها غليت؟ الاسعار بتاعتها غليت. طب البرامج اللي انت كنت بتشوفها في رمضان هي نفس البرامج دلوقتي ولا انت شايف ان في تغيير؟ لا، في تغيير. والحاجات اللي انت كنت بتشوفها وقت الفطار موجوده ولا اتغيرت؟ لا، يعني برامج. في حاجات منها اتغيرت وفي حاجات. طب ايه الحاجات اللي نفسك ترجع تاني؟ يعني الحاجات اللي نفسي ترجع تاني اللي هو مثلا زي بكار، حاجات الفرحه والابتسامه والضحكه. مفيش الناس مش مفروضه طبعا، الفرحه والابتسامه والضحكه الناس مش مفروضه زي الاول ولا ايه؟ لا طبعا مش مفروضه. طيب مفيش الناس مش مفروضه ليه بقى زي الاول؟ الحياه غلت برضه، غلت الاسعار. ايوه برضه الدنيا غلت. مش زي الاول، هو في حاجه زي الاول بقت؟ عايزين نعرف منك ايه الحاجات اللي كانت موجوده في رمضان بتسبب الفرحه ودلوقتي ما بقتش موجوده؟ البركه بتاعت ربنا كلها ما بقتش موجوده طبعا، ده من نفوسنا احنا. المفروض ان احنا نرجع لايام زمان، الجيران تبقى مع بعضها، الاكل بيبقى واحد، كل حاجه بتبقى حلوه، زينه بسيطه طبعا مش زي بتاعت زمان، والفرحه والفوانيس والاطفال والناس اللي كانت. اسعار الفوانيس يا حاجه عامله ايه؟ اسعار الفوانيس، جبتي فوانيس السنه دي؟ طبعا عاليه جدا، ونفسي اجيب حاجات كتيره، وعندي احفاد اسعار غاليه جدا. يعني في فانوس عجبني بسيط، مش يعني للدرجه، بسال في المحل الكام يقول لي 110. كتير ده طبعا، اقل حاجه. لا، خدي بقى وانتي طبعا. طيب والخضار والفاكهه والحاجات دي اسعارها متهيألي يعني انت عليت عشان خاطر رمضان ولا؟ عارفه كويس قوي اسعار الخضار واسعار الفاكهه غاليه جدا جدا. هي غاليه يا حاجه، بس في رمضان غليت زياده ولا لا؟ غليت زياده، ورمضان ومن ساعه ما قالوا الاسعار غليت والدواء غالي. تمام. رمضان وانت صغيره هو زي رمضان دلوقتي؟ لا. طب ايه المختلف؟ المختلف ان انا متربيه في الارياف في المنصوره مش هنا. مختلف حتى حب الناس كان الاول، دلوقتي الناس ما حتى اللي خد بعض عن بعض، الله اعلم ده من الغلا. طب كنا بنتجمع في رمضان، شايف رمضان ده ما جمعناش؟ ورمضان في الحياه، في ايام صعبه يعني، في بلان بيجمع بس الناس اللي هي اللي معاها. انا دلوقتي لحد النهارده ظروف تعبانه، هيقدر يعزم اخواته او هيروح، هيتكلف كتير. دي حياتنا، دي الحياه اللي احنا الناس كلها بتشكو منها، الحياه صعبه. وانت اكيد اشتريتي خضار وفاكهه و... طبعا، ده اكيد طبعا. ايه اسعارها رفعت في رمضان ولا زي ما هي؟ لا، زي ما هي. زي ما هي. شكرا.